عنده ايه؟ مغص الدكتور وجنبه بيوجعه على طول. انا هكتب له على علاج، ولو ما تحسنش عليه هتعمل لي اشعه موجات صوتيه على البطن وشويه التحاليل دي. سلامتك يا دمر، سلامتك حبيبي. ايه يا حبيبي؟ سلامتك يا دمر، سلامتك. جنبي يا امه، جنبي بيوجعني. محدش شر عليك ولا يرحفه. شل قلبي وانت لأ.